عاش أقدم أسلاف الإنسان الحديث قبل 7 إلى 6 ملايين سنة، وتم العثور عليه في أفريقيا، ويعتقد أنه كان يمشي على قدمين. العلماء أطلقوا على هذا النوع اسم تشادنسيس، وقد يكون تشادنسيس هو السلف المشترك بين الإنسان والشمبانزي، لأن في نفس الفترة يعتقد أن أسلاف الإنسان والشمبانزي بدأت بالانقسام. النوع الثاني ينتمي إلى جنس أرديبيثيكوس، وبالأخص هناك حفرية باسم أردي، وسميت بفصيلة باسمها العلمي أرديبيثيكوس راميدوس، وتم تقدير عمرها نظائرياً 4.4 مليون سنة، وكانت واحدة من أكثر من 100 عينة تم استخراجها من نفس الموقع لنفس الفصيلة، والتي يعتبرها أغلب العلماء من أقدم الأحافير الخاصة بالإنسان القديم. أردي تمتلك فجوة جمجمة صغيرة نسبياً عن الشمبانزي، ولديها أذرع وأصابع وأرجل طويلة، وأصابع رجل كبيرة وأنياب صغيرة ليست بارزة أو حادة بالمقارنة مع القردة. ومن شكل الحوض والرجلين نستخلص أنها تتميز بخصائص كثيرة تشبه تلك التي يمتلكها الإنسان القديم والذي كان يمشي على الرجلين. فأردي كانت تمشي مستقيمة، وبناء أصابع أرجلها توحي على الأقل بأنها عاشت جزئياً في بيئة غابية. وزنها 50 كيلوغرام وطولها واقفة يبلغ 1.2 متر، وبناء على تحليل واسع لخصائص أرديبيثيكوس التشريحية من كل العينات، يستنتج العلماء في هذا البحث لعام 2019 على الرابط التالي أن أرديبيثيكوس بالفعل ينتمي إلى عائلة البشر هومينيداي. بطبيعة الحال كون هذا الكائن الانتقالي له صفات كثيرة مشتركة مع القردة، فظل الخلقيين يعتبرونها قردة وليست بشر. العمر التقديري الذي منح للأحفورة غير التصور عن الفترة التي عاش فيها هذا النوع بمليون سنة إلى الوراء. أيضا غير الفكرة عن البيئة التي عاشت بها، حيث تبين أنها قطنت مناطق فيها أشجار، مما يعني أنها قضت وقت طويل على هذه الأشجار وكانت تمشي على الأرض لإصطياد وجلب الطعام. فأردي أثارت في فترة من الفترات اعتراض من بعض العلماء حول انتمائها لعائلة البشر هومينيداي أو لا، لكن هذا لا يهم، لأن أردي ترينا صفات انتقالية كدليل على التطور حتى لو لم تكن سلف مباشر للإنسان. أردي كانت تمشي بالكامل مستخدمة الرجلين، وهذا ما يدلل عليه وضع الجمجمة ومواصفات القدم والحوض، فهي لم تكن تملك أي مواصفات توحي بأنها كانت تمشي على أربعة مثل ما نراه اليوم في القرود، سواء كان ذلك بمفاصل الأصابع أو غيرها من الدلائل. وحتى لو لم تكن أردي جدتنا المباشرة، لكنها بيّنت لنا أنه بالإمكان أن يكون التطور من البيئة الغابية إلى المشي على 2 على الأرض، دون أن يمر الكائن على المشي على ال4 بمساعدة مفاصل الأصابع كفترة وسطية. وهناك احتمال أن لا يكون أي من أجدادنا مشوا كالشمبانزي، وبأن كل من الغوريلا والشمبانزي قد التقيا بطريقة مماثلة للحركة بصورة انفرادية. وهذه أيضا من الأمور التي أشارت لها بعض الدراسات التشريحية. عام 1974 يعني قبل انقطاع حبل الرامابيثيكوس كانوا قد مدوا حبل حفرية لوسي، والتي ادعوا أنها لشبه إنسان، وأعطوها اسما علميا رنانا، أسترالوبيثيكوس أفارينسيس. أسترالوبيثيكوس أفارينسيس. وبعد أكثر من 30 عاما بدأ هذا الحبل يتقطع بمثل هذا البحث الذي قام به دكاترة من أتباع الخرافة، والذين قالوا أن بحثهم يثير شكوكا حول دور لوسي كسلف للإنسان. وهذا المقال المميز لإخواننا في الباحثون المسلمون بعنوان جوجل وحفرية لوسي يبين لك بالتفصيل مدى التزوير والمخادعة في الاستدلال بهذه الحفرية. الجنس الآخر هو الأسترالوبيثيكوس، وقد عاش قبل 4.2 إلى 1.9 مليون سنة، وهو من أصناف القردة العليا أو الأيبس، يحتوون على أذرع طويلة وأدمغة صغيرة. عثر الباحثون على ما يقارب 300 عينة حفريات تعود إلى نوع معين وهو أسترالوبيثيكوس أفارينسيس. أشهرها حفورة لوسي التي عاشت وماتت قبل 3.2 مليون سنة، وعثر عليها في إثيوبيا عام 1974، والتي من الممكن فصلها بوضوح عن باقي القردة لأنها تتميز بعظمتي فخذين تميلان نحو الداخل بميلان مائل يشبه الذي عند البشر، مما يعني أن لوسي كانت تمشي منتصبة على رجلين. لاحقاً ومن خلال مقارنة المستحاثة مع أحافير أخرى من نفس النوع، لاحظ العلماء أن أحد العظام المكتشفة صغير نسبياً، ربما تعود لقرد بابون وليس تابع للأحفورة نفسها. هذا الأمر أعطى فرصة للخلقيين للتشكيك بمصداقية هذه الأحفورة، لكن الأمر لم يكن مؤثراً مطلقاً على أن بقية الأحفورة كانت سليمة ومشابهة للعينات الأخرى المكتشفة. ثار أيضاً جدال حول أن عظم الحوض للأحفورة لا يشبه قرينه للإنسان، وطبعاً هذا أمر طبيعي لأن الأحفورة لا تعود لإنسان لكن لأحد أسلافه التي طبعاً تسبقه ب3 مليون سنة تقريباً. وعادة ما يحمل الكائن الانتقالي صفات تشترك ما بين السلف الذي هو يشبه القرود أو سلف القرود والخلف الذي هو يشبه الإنسان، لكن عظام حوضها هي بلا شك أكثر شبه بمثيلتها للبشر عن تلك التي نراها في الشمبانزي. بحوث عديدة ومكثفة لاحقة أثبتت دائما أن عظم الفخذ ونصف حوض لوسي مشابه كثيرا للبشر. نأتي إلى جنس هومو، وهو الجنس الذي ينتمي إليه الإنسان الحديث هومو سابيان، وكل الأنواع فيه تشبه الإنسان الحديث إلى درجة كبيرة مقارنة بالأجناس الأخرى التي ذكرناها سابقا. إنسان جاوا هو اسم أطلق على سلف منقرض تم التعرف عليه من بقايا الأحافير التي وجدت في جزيرة جاوا أو جافا بإندونيسيا، وصنفت لجنس بيثيكانثروبوس في البداية، وهي عبارة عن قلنسوة الجمجمة وعظمة الفخذ وكذلك السن. قام باكتشافها عالم التشريح أو الجيولوجيا الهولندي يوجين دوبوا في بدايات 1890. تعتبر أول الحفريات لما يسمى فيما بعد بنوع الهومو إيركتوس. عند عودة دوبوا من إندونيسيا إلى أوروبا وبدأ الحديث عن اكتشافه، جوبها من قبل بعض المعارضين للتطور مثل رودولف فيرتشو بتشكيك سبب له إحباط شديد، ودعاه إلى دفن الأحفورة وعدم السماح لأي أحد من العلماء باختبارها حتى عام 1923. قبل وفاته كتب دوبوا رسالة استوحى منها البعض أنه يعتقد أن الأحفورة تعود لكائن بدائي أقرب بالصورة لقرد الجوبون منه إلى الإنسان، مما أثار انتقاد واتهام ضده بالخديعة. في عام 1944 قام البيولوجي الأمريكي إرنست ماير بدراسة الحفرية وتصنيفها كعضو في الهومو إيركتوس، ومع ذلك استمر الخلقيون من وقت لآخر ولأغراض سياسية في استخدام الادعاء الذي يقول أن دوبوا أنكر لاحقا أن بيثيكانثروبوس هو حلقة وسطية بين القرد والإنسان. ومؤسسة الخلقيين المعروفة باسم الإجابات في سفر التكوين أضافوا ذلك في قائمة النقاشات غير ذي ثقة من التي ما كان يجب أن تستخدم. واليوم تبين لنا أن كل من العينات جافا وحتى العينات التي اكتشفت في الصين ما يسمى بإنسان بكين أو بيجينغ من البيثيكانثروبوس هما حديثان نسبياً، أي أقل من مليون سنة، وتم تصنيفهما معنا أي في جنس الإنسان في خانة الهومو مع احتفاظ بالاسم إيركتوس الذي وضعه دوبوا. وهنا نقول أن دوبوا اختار الجزء الخطأ من العالم لكي يقوم بمجهوده الفردي في البحث عن الحلقة الناقصة، وإنسانا بمثل إصراره كان عليه أن يعمل بنصيحة داروين ويذهب إلى أفريقيا، لأن أفريقيا هي منبع تطور أجدادنا كما عرفنا من الحفريات التي أتت بعد دوبوا. ننتقل لقضية إنسان نبراسكا التي كانت من أحد أكثر السهام استخداماً وعلى نطاق واسع في جعبة حركة الخلقيين. بدأت القصة بعد استنتاج رئيس المتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي هنري أوزبورن أن أحفورة سن مفردة تم اكتشافها في عام 1922 على يد مزارع جيولوجي اسمه هارولد كوك في رواسب كان عمرها حوالي 10 ملايين سنة في ولاية نبراسكا، والاستنتاج كان أنه يمكن البناء عليها لإيجاد نوع يعتبر أحد أسلاف البشر، حتى أعطاه جنس باسم هيسبيروبيثيكوس. الخبر كان أساس لرسومات فنية تصويرية عن هذا النوع نشرتها مجلة Illustrated London News البريطانية، وظهرت تساؤلات مثيرة عن كيف يمكن وصف كائن أو حيوان مجهول بأكمله في عمل فني فقط من خلال سن واحدة، وكيف يمكن الوثوق بأنصار التطور إذا لم يتمكنوا من معرفة سن قرد من آخر يعود لحيوان أمريكي شبيه بالخنزير وهو البيكاري. وهذه النقطة سمحت للخلقيين التعميم واتهام المجتمع العلمي بالغش والتدليس، لكن نحن نعرف أن رغم هذا فإن العلم يتم بناؤه من الأخطاء، وهذه هي قوة الطريقة العلمية، هو أن العلماء يمكنهم تصحيح أخطائهم. أوزبورن نفسه لم يؤكد أن السن تعود لعائلة الإنسان هومينيداي أو حتى إذا كانت للقردة العليا أو لحيوان آخر. علماء آخرين شككوا فيما إذا كان السن يعود أصلا لأحد عائلة الرئيسيات والتي تضم الإنسان أو القردة العليا أو السفلى. وبالنسبة للرسوم فإن المجلة التي نشرتها ذكرت بتعليق أن الرسمة كانت من خيال فنان ولا تستند إلى أي دليل علمي. في النهاية الأحفورة لم تكن محل اعتراف علمي ولم تبنى عليها أي أعمال علمية لاحقة، وأحد أهم الأعذار التي يستند إليها بعض علماء المتحجرات لتبرير خطأ أوزبورن هو أن الضرس غير مكتمل أساساً، أي غير أنه متآكل بشكل لا يسمح بأن تكون مؤهلة للتصنيف، وأنه كان هناك بالفعل تشابه دقيق وربما قد يكون مضلل بين أسنان بعض أفراد عائلة الخنازير وبين البشر المعاصرين. لكن من خلال التصنيف والتشريح المقارن ليس هناك استحالة في بناء كائن حي بأكمله من خلال سن واحدة، وإن كان التصريح مبالغ فيه، فالأسنان مصدر جيد يخبر عن خصائص الكائن الحي وطبيعة حياته من خلال معرفة نوع الطعام الذي يأكله. مثلا الأسنان الحادة دليل على أن الكائن بحاجة إلى تقطيع طعامه مثل اللحم قبل أكله، بمعنى أن الحيوان يصيد أو يقتل حيوانات أخرى أو يأكل الحيوانات الميتة، بينما الأسنان الصغيرة يمكن أن تستعملها الأسماك لكشط الحراشف وأكل العوالق. أسنان الثدييات أكثر تميز عن أسنان الزواحف، فالأولى تكون لها أسنان بمقطوعات وأحجام مختلفة تؤدي وظائف مختلفة، أما الأخيرة فتكون بقطع متساوية مع الاختلاف فقط في الحجم، ولا ينطبق الفكان بنفس الدقة، وتقوم بتبديل الأسنان التالفة مع تقدم العمر. بعد معرفة القصة بشكل أوضح نستنتج الآتي: أولاً، أوزبورن الذي قام بدراسة الحفرية أوضح أنه لا يدعي أن الحفرية تعود لأحد أسلاف الإنسان، بل فقط افترض أنها تعود لفرد من عائلة القردة الأنثروبودية، وأنه لا يمكن تأكيد هوية صاحب الضرس إلا بالعثور على المزيد من العظام لهذا الكائن. 2. استنتاجات أوزبورن بخصوص الحفرية لم تلقى التأييد من المجتمع العلمي. 3. الرسم المعروف لإنسان نبراسكا كان من مخيلة فنان ونشر في مجلة عامة وليس من عمل عالم في مجلة علمية، والرسم واجه النقد من أوزبورن وزملائه بمتحف التاريخ الطبيعي ووصفوه بنسج الخيال الذي لا أساس علمي له. 4. الرسم كان مبني على أحفورة إنسان جاوا الذي افترض الرسام تشابه إنسان نبراسكا معه ظاهريا. 5. قصة ضرس نبراسكا مثال لخطأ عالم في التفسير وليست مثال على التزوير المقصود. أخيرا، مع تقدم العلم وتطور الأساليب العلمية في فحص الحفريات تقل نسبة الخطأ. وهناك أحفورة أخرى تسمى بإنسان أورسي، وهي عثر عليها في عام 1983 وهي جزء خلفي من جمجمة وجدت في المنطقة الأندلسية في إسبانيا، وقدمت على أنها أقدم أحفورة للإنسان في أوروبا. كانت موضع لتندر الخلقيين على أدلة التطور عندما تبين أنها تعود لحمار عمره 4 أشهر. أول من سلط الضوء على هذه القضية هو عالم كيمياء حيوية أمريكي خلقي وليس عالم حفريات، ومدير سابق لمؤسسة الأبحاث الخلقية، في كتاب له تحت عنوان التطور تحديات السجل الأحفوري. لكن لم يتم التثبت علميا من صحة ادعائه أو حتى التأكد في ماذا كانت الأحفورة تخص فعلا لفرد من عائلة هومينيداي أو أنها تعود لحمار مثلا. جاءت تصريحات العلماء متباينة بين تأكيد أنها لحصان أو التحفظ واعتبارها قطعة لا يمكن التثبت من عائديتها أو التأكد على أنها جزء من جمجمة إنسان، مع إمكانية كونها تعود لحصان. فمثلا هناك دراسة تشير إلى أن نتيجة تحاليل أجريت على بروتينات مستخلصة من عظام الأحفورة بالمقارنة مع مشابهة أخذت من عظام الإنسان ومن عظام حصان، وثبتت أن أفراد من عائلة الهومينيداي كانوا فعلا قد استوطنوا المنطقة التي وجدت فيها هذه القطعة. في الحقيقة الحملة الإعلامية التي رافقت اكتشاف هذه القطعة من الجمجمة، وهو الادعاء بأنها تعود لأول إنسان أوروبي، هي التي أثارت ضجة ضخمة حولها، وإلا لما كانت قد حازت أصلا على أي اهتمام. وعلى أي حال لم يؤثر تقييم أصالة هذه الأحفورة على صحة وأصالة باقي أدلة تطور البشر. أما عن أحفورة إنسان بيلتداون، هي أحفورة شاذة لم يضع لها العلماء اعتبارا أو مكانا ضمن شجرة تطور الإنسان، وهي أحفورة تم تزييفها والترويج لها من قبل شخص هاوي يدعى تشارلز دوسن عام 1912. بعد أشهر فقط من الإعلان عن هذه الأحفورة، نشرت مجلة نيتشر المعروفة ببحث يثبت أن الجمجمة تعود لإنسان والفك يعود لقرد شمبانزي. الأمر تم اكتشافه من قبل علماء التطور أنفسهم، ومنهم جاريت سميث ميلر وفرانز فيدنرايخ، الذي كشف بفحص دقيق أن الأحفورة هي تركيب لجمجمة إنسان وفك قرد. في عام 1913 بيّنت مقارنة الباحث ديفيد واترستون لجمجمتي إنسان وشمبانزي، وقال: يبدو لي الأمر غير منطقي أن نفترض أن الفك والجمجمة يتبعان نفس الفرد، فالأمر يشبه بتركيب قدم شمبانزي على عظم فخذ وساق إنسان. اليوم يشار إلى هذه الحادثة في تاريخ العلم كأحد الأمثلة على نزاهة وصرامة المجتمع العلمي وكفاءته في تصحيح الأخطاء، لأن البحث العلمي عادة يستند إلى دليل مادي يسهل إخضاعه للفحص والتدقيق. لهذا يبقى المنهج العلمي أفضل نظام في البحث والمعرفة ضد ادعاءات الخلقيين التي لا تستند إلى أي أدلة علمية. شكرا على حسن متابعتكم، ونلتقي بكم في حلقة أخرى، ودمتم بخير. كقصة الديناصور، الطائر أركيورابتور، والأركيبتريكس، وسمكة السيلاكانث، ثم التكتاليك، وجمجمة إنسان بيلتداون، وعظام إنسان جاوا، ثم أحفورة لوسي، ثم صديقتها أحفورة إيدا، ثم أحفورة أردي.